سيدي ولا كماش كومشا رقم 10 مبابي ذا العدل خاسر. كنت معدل مظاهره زينه وقفت وقفه زينه وقبضت الميكروهات وقلت اتقوا لاحق اخلاقكم يقارنكم تمشوا تقربوا من الناس يعود ما بيناتكم ميطر مع الناس تعودوا تمسوا باسم جريتك ورصيصه فيها مخالفه قانونيه لان هي كانت تقدر تشكي منها قانونيا وتقول عنك تحرشت بها وني تقول انك تحرشت بها ما انك مسول عن الاخبار بها اللي مرأة الا لا يندارو فيك تشنات ما لا ينقلب عنك تشنات موني تقول قدام القاضي ولا تخش كركاره ويجعليك اسولت وفيروني اذا ما برضى عليك نعرف ان هي ما لي تعدلها والدوله ما لي تعدلها بي اللي ما لي تعود روايه زين يعدلوها لا نقي ما عدلوها يقال انا ذيك الليله في برنامج مع اذاعه هون السيد ولي السيد قلت له لكم ما يلا تقربوا من الناس ما يلا تقربوا تم مع الصباح نين قال لي سيدي قضبوا خط واحد على القضاب هذوك ودايس تم انا عالم يجوني صورك وفيديوهاتك انت تاكي من شبح حال قوايمك فاهم هذا ما هو زين عليك انت قاعد تم يتبطل هون انت راجلك بطل عندنا بيك بطل هون عشر رجاله ما يطيحوك تمني وجهك واحد القضاب هذا وتاكي اذا كان ما هو برضى عليك ولا كانك برضى عليك تقرب الناس راك تيالو بروباغندا والمدعي العام وانه لا يشكي منه ما يقدر يشكي منه تجي حارس امن داير رافد السلاح وتقرب منه وتقول له كلام خاص وتقلب منه ما بينك مع ميطر ما تعرف قوانين الولايات المتحده لا يوجهك احمد مولانا اللي ما خبطك من بين القوايم لانه كان خبطك من بين القوايم لا تعود كركاره والكهرباء ما تلا تخلق انا تعرفني انا وانت ان سامحنا وصلاحنا وذاك في صلح وعافيه يقير ملي رقاش ما يتسوق الامور غير صحيحه مظاهراتكم عندكم الحق والشباب اللي تظاهروا معاكم ولا مشى ذاك المشي ولا قرب من المسؤولين ولا قرب من الناس الاخرى اللي 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 ماشي في زر ثاني ما هو زركم ذاك العدل صالح كيف العدل بدا يعقوب كيف عدت الجماعه الاخرى تم تقابض حدودها ومحترمه القانون وما قربت من الناس لا هو يلا عدل رسالتك لا توصل اما تم واحد تقرب منه تتحاكم معاه اي دور يلطمك يلطم الدنيا يفر معاك ولا لا يخسر عليه شيء لانه القانون امريك وننصحك في امريك نتعدى المظاهرة ويعودوا فيها العليات وتعود ضدهم مسؤولة لا تقرب منها لأن مرانين يعودون بينك معاها نص متر تقرب منها تقول هذا من آدم متحرش بي ثقل علي نفسيا أمريك مين تشكي منك امرأة امرأة شكات منك ما يحقوا في الأمر أول شيء عدوا يديروا فيك مينوتات ويقبضوا بصماتك ويصوروك منين تقيس القضاء وينطالك أمر بالقضاء حد أنك تنطلص وتبدأ في رحلة هذا ما أنك محتاجه هذا هذا هذه نصيحة ما كنت نبقي نقولها في العلن يا قاير تلفنت على رواقيش وقلت لهم قولوا لسيدي عس وقولوا للجماعه عسوا ورواقيش راهم طالعين اللي هون ما نبقي نسميهم يا قاير يعرفوا روسهم والله نسميهم تلفنت قاعد على الداي يعقوب اللي معاكم وقلت له قول سيدي لا يقرب من المسؤولين ولا يقرب من رقاش وقولها للتركة اللي معاك به اللي ذاك مخالفات قانونيه لماذا يعني ما نبقي نحبسوا ولا نبقي واحد منكم يقضب والله يسكر خاصة الجماعة الأخرى فيها رقاج نعرفه أنا لعاق مكسور عمر يطير من الكف ما لا يقرب رقاج منه ما وصلوا هنا مشات الزبدة من فمه بيري نعرفه يكسع مزنة تركز قيلين يعرف لا بطلة دمية ودور عود لا كان فيه كان إلا ما قربتوا منه ومراتكم هذا من ناحية حق التظاهر حق زين وحق مشروع وامشوا وظاهروا وطالبوا قضية السعر وعودوا ضد قانون الرموز وأنا معاكم في اسم الامور غير خارج نوع من الامور ما وافق علي اني حققت نصر وعدنا بكم عادين روايه زينه وقلنا هذا زين هذا مظهر وروايه ديمقراطيه زينه غير تمشي تقيسوا لها دميه تتحاكوا معها انتم الناس الاخرين ان عادتوا انتم مظاهره ما جاكم الناس اللي مواليه للغزواني ولا حزب الانصار انتم البلاد اللي وقفتوا فيها هم ما جاكم ولا دران جاكم ولا قال لكم كان مخاسر خلاكم تظاهروا كما تحبون لماذا لانه منين يجوكم يعودوا عدلوا روايه مخالفه القانون يلا انتم اللي تعودوا عندكم العقل لين يعدلوا هما مظاهره تاييد والله ما تقربوا انتم منهم ولا تعتداوا عليهم هو لا القانون قابض نفس المسافه منكم كاملين هذا اولا والزياره بالنسبه لي انا زياره